الشعبية لا تشترى، رونالدو رونالدو في كل مكان حتى في اليابان. فرصة العمر تأتي مرة واحدة، إما تستغلها وإما تفوتها. وأحد الأطفال اليابانيين لم يهدر فرصة عمره أبدا في الحصول على توقيع النجم كريستيانو رونالدو. النجم البرتغالي متواجد مع فريقه النصر السعودي في اليابان للمشاركة في جولة ودية يلعب خلالها ضد باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا. الطفل الياباني كان مرافقا لرونالدو قبل دخوله أرض الملعب لمواجهة الفريق الفرنسي، فاستغل فرصة التواجد بقربه والتي قد لا تتكرر مجددا وطلب الحصول على توقيعه. رونالدو لم يرفض طلب الطفل ووقع له بالفعل على قميص النصر الخاص به وسط متابعة نجوم باريس سان جيرمان وخاصة حارس المرمى الإيطالي دوناروما. رونالدو صاحب 38 عاما فعل ما لم يستطع فعله شاب في 20 من عمره. البرتغالي أضاع هدف أسطوري بمقصية رائعة وسط ذهول دفاعات الفريق الباريسي، أعاد بها ذكريات هدفه الشهير في مرمى بوفون حارس يوفنتوس عندما كان رونالدو لاعبا في ريال مدريد.